الذعيري، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير والبطن والسكر، عضو الجمعية الأمريكية لمناظير الأمعاء الدقيقة، عضو الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي، عضو الجمعية العالمية للمناظير. شرفتني وأنستني وممتنة لوجودك، وبشكرك أكتر عشان أنا عارفة إن حضرتك مشغول، بس أول ما قلنا لك معلش يعني بناء على رغبة بنات البلد وولاد البلد هم عايزين حضرتك تشرفنا تاني، الله فميرسي يخليك يا جدا استاذه جدا. نشوى، الله يكرمك يا استاذه نشوى. أنا عارفة إن أنت متأخرش على يعني ما على اقدرش اتاخر عليكي الناس طبعا أبدا. وعلى المشاهدين. طبعا طبعا. طيب الأول أنا بشكرك لأن في كم يعني أصدقاء وصديقات اتصلوا بيا بعد الفقرة اللي عملناها مع حضرتك وجملة حضرتك هي كانت من فترة شوية وبيدعوا لك، الله وطبعا يخليك. بيدعوا لي أنا طب كتر خيرهم يعني، بس أنا ماليش يعني ماليش يعني طبعا الحمد لله على الدعوات، بس كل الفضل بيرجع ليك في الدعوات اللي أنا خدتها. احنا نقول الحمد لله والفضل كله ربنا سبحانه وتعالى. الله يخلي حضرتك. طيب النهارده بقى جاي لك بسؤال من برضو حد من ولاد البلد اللي تابعوا حضرتك، وده من الناس اللي يعني شددوا ان انا اقول لهم ميعاد وجود حضرتك عشان يقعد يتفرج على الفقر. هو راح لدكتور وكان الاول بيقعد يشخص نفسه غلط، فالدكتور قال له انت عندك حاجه اسمها اكاليزيا بس لازم تروح لحد متخصص، لان هو مش تخصصه الدكتور يعني اللي قال له كده، انا مش فاكره هو كان رايح له يعني امراض ليها علاقه بالقلب او حاجه زي كده. وبناء على كلام حضرتك هو كمان يعني اسمح لي ادي لحضرتك رقمه بعد الفقره لانه عايز يتواصل مع حضرتك تحديدا وعايزك انت اللي تعالجه. أنا ممكن؟ تحت أمر، يعني تحت ميرسي أمر. جدا، واهو انا بلغت الامانه وان شاء الله هدي الدكتور تليفون. ايه الاكاليزيا دي؟ أكاليزيا يعني تشنج الفؤاد، الفؤاد اللي هي العضلة اللي في أسفل المريء أو صمام المريء السفلي، مسمين الفؤاد لقربه للقلب، فهو اسمه عضلة الفؤاد. فتشنج يعني متشنجة، يعني قافلة ما بتفتحش. العضلة دي ربنا خالقها بتفتح وقت البلع، وبعد ما بنبلع نقفل عشان ما يحصلش ارتجاع زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، ايوه. وبتبقى ضغط عليها الحجاب الحاجز عشان برضو ما يحصلش طب احنا ارتجاع. معانا يعني صورة اهي هي او الفؤاد اللي فيديو. هي العضلة اللي تحت خالص دي ايوه. بتفتح ينزل الاكل، ده اكل، ده الطبيعي. قفلت تانية، شفتيها قفلت عشان الحمض ما يطلعش، تمام. تمام. لكن في الاكاليزيا مش راضية تفتح، بصي الاكل جه مش مش عايزة هينزل، تدخل. الاكل مش هينزل، وقف. فلما يقف المريء هيتضخم، يكبر بقى جواه اكل، عمال يكبر ويعمل مضاعفات. هو ده مرض الاكاليزيا. يا نهار أبيض. نحس بألم بقى في الصدر زي الزفحة الصدرية، ألم شديد، وده بيبقى واضح اكتر في النوع الثالث اللي هو اسمه سباستيك اكاليزيا، لان هي 3 انواع. يحصل ريحة كريهة في الفم، يحصل احس ان الاكل نفسه بيرجع هنا في المريء زي الارتجاع، بقى في جزء زي الارتجاع، يحصل ألم في الصدر، صعوبة في النفس، مش قادر أخد نفسي، حاجة كاتمة على صدري، ألم في ظهري من ورا. يعني دي أشهر أعراض. وأشهر عرض صعوبة في البلع. صعوبة في البلع. لما ألاقي صعوبة في البلع لازم أتأكد إن ما عنديش أكاليزما. وصعوبة في البلع لأنها مش راضية مش راضي تنزل، ينزل صح. مش راضي ينزل، ففي صعوبة في البلع. والمريء كمان ما انت بيتحركش. عارف هي يا دكتور طول ما انت الأكاليزيا بتتكلم أنواع. انا عمالة ابلع ريقي اختبر يا دكتور ببلع انا ولا لا؟ ببلع ولا ايه، ببلع ولا لان لا؟ والله انا ساعات بيبقى عندي صعوبة في البلع برضو، وساعات بيبقى عندي اعراض انا بشخصها لنفسي انها القلب يعني حاجة ليها علاقة بالقلب، لان فعلا بيبقى في حرقان في صدري جدا. طبعا احنا انت عارف كل المصريين بيشخصوا نفسهم وفي لكن تشابه بينه وبين الارتجاع، ما انهم عكس بعض في الـ يعني في السبب. تمام المفروض هنا الصمام قافل، هنا فاتح، بس في تشابه شويه. تمام طيب انا حضرتك حاجة